رح ننتقل مشاهدينا الكرام لسؤال صفحتنا بنهاية مشوارنا، سؤال صفحة بيتكم عامر على الفيسبوك. على الفيسبوك بيقول: هل أنت شخص نهاري أم ليلي؟ بمعنى هل تحب إنجاز مهامك في النهار أم تشعر أن إنجازك خلال الليل أفضل؟ في ناس بتنشطوا بالليل، في ناس لا خلص بيخلص النهار بيطفوا مع النهار. خلينا نشوف تفاعلكم عبر صفحة بيتكم عامر على الفيسبوك. روضة جيتاوي بتقول: كلاهما، لكن أفضل 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 للعمل وقت النهار أفضل، هي أفضل العمل وقت النهار قصدها. تمام يا روضة، شكرا لإلك، وأكيد النهار فيه طاقة وحيوية. نيجي لرسالة أخرى. فاطمة أم صبيح بتقول: شخص نهاري، أنجز مهامي خلال النهار. شكرا يا فاطمة. ورانيا بتقول: أحب الليل والنهار، النهار للحياة والعمل والإنجاز والنجاح، والليل للراحة وهدوء للنفس. شكرا يا رانيا. راما بتقول: ليلة المهم حسب الظروف، ولكن غالبا في الصباح الباكر قبل أن يستيقظ الجميع. جميل جدا، يعني بتكون مخلصة شغلها، إذا هي شخص نهاري باكر كمان وليس فقط نهاري. شكرا يا راما. قرأنا فاطمة، قلنا شخص نهاري وتنجز مهامها خلال النهار. غفران بتقول: أنا أفضل أن أنجز مهامي في النهار. جميل. محمد بيقول: شخص ليلي، بحب أستغل وقت الليل، بيكون أخف من الأزمة بالنهار. تمام، شكرا يا محمد. يعني هاي كانت مسجاتكم مشاهدينا الكرام عبر الشخص النهاري والشخص الليلي. يعني على حسب الدراسات بيقولوا في كتير أشخاص ما بيعرفوا يشتغلوا خلال النهار، خصوصا إذا كان شغلهم يتطلب التفكير بعيدا عن الضوضاء العجقة، مثلا الكتاب المؤلفين مرات بيحتاجوا أنهم يكونوا بجو قاعدين بالليل عم بكتبوا، جو هدوء في صفاء ذهني أكثر. إلا إذا كان مثلا بده يكتب في الصباح الباكر بعد الفجر كمان بيكون في صفاء ذهني. وبعض الأشخاص ما بيقدر إلا يشتغل بالنهار مع الحيوية والناس، وما بيقدر يكون شخص وحيد، فهي تختلف. يعني سبحان الله، ربنا بيقول: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فسبحان الله، هو الليل للهدوء والسكينة. لهون مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية مشوار بيتكم عامر. إن شاء الله دائما بيوتكم عامرة بالأفراح والمسرات والطاعات ورضا الرحمن. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.